السؤال الخامس عشر، ورد في هذا الجزء أن كل إنسان ألزمه الله تبارك وتعالى طائره، أي عمله في عنقه، ويخرج له يوم القيامة، يخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشور. اذكر اسم السورة ورقم الآية، اسم السورة ورقم الآية. المعنى للآية الكريمة كل إنسان الله تبارك وتعالى جعل عمله الصادر عنه ملازما له ملازمة القلادة للعنق. الإنسان اللي بيكون لابس إيه، قلادة كده في العنق، أو اللي بنقول عليه عقد يعني، لا ينفصل عنه حتى يحاسب عليه، ونخرج له يوم القيامة كتابا فيه جميع ما عمل من خير وشر، يجد أمامه مفتوحا مبسوطا. فاللهم اجعلنا من أهل من أو من يؤتى كتابه بيمينه يا رب العالمين.